حضرنا اليوم إلى قرقوش حيث جرت مباراة نهائية بين فريقي السلام والمحبة للبنات التي قاموا بهذه البطولة في منتدى في نادي قرقوش الرياضي. وبهذه المناسبة العظيمة نقول للمرأة وتمكين المرأة في المجتمع العراقي، حيث أن المرأة تعتبر النصف الثاني للرجل، وهذه المبادرة الكبيرة التي قامها نادي قرقوش الرياضي في هذه المرحلة تمكينا للمرأة وتحفيزها إلى بناء المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل. فألف تحية وسلام إلى المرأة العراقية الباسلة. بطولة من أجل السلام شاركت فيها مختلف الفرق من نادي قرقوش الرياضي ومن نادي بعشيقة، تعرفنا على فرق نادي بعشيقة، قدرنا نغلبهم ونفوز عليهم. حصل نادي فريقنا فريق التآخي المركز الأول بالبطولة، بطولة اللي أقيمت من أجل المرأة لا للعنف ضد المرأة. تعرفنا على مختلف الفرق وقدرنا نفوز عليهم، وإن شاء الله نمثل الفرق في منتخبات أخرى. لعبنا مع فرق كثيرة من بحشيقة من بحزاني لمشاركتهم في هذه النهائية. نحن طلعنا الفريق الثاني، وطبعا فريق السلام طلع الفريق الأول. نحن بدنا نلعب على مود السلام وعلى مود الوطن. احنا هواي فخورين انه بدنا نلعب هاي اللعبة على مود الوطن وعلى مود التطور اللي راح يصير ان شاء الله بالبلد.